مشكلة لغة. لغة برضه. طبعا. اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، ومشكلتنا في قضية العبد والعابد والعبودية ونحو ذلك هي مشكلة لغوية لا أكثر ولا أقل. إذا الناس وهي بتقرأ بالإنجليزي وبالفرنساوي وبغيرها من اللغات بتاخد مفاهيم، والمفاهيم دي فيها نوع من أنواع احترام الإنسان، ولضعف الاتصال باللغة العربية أصبح هناك أيضا مفاهيم باهتة للكلمات العربية، فأصبحت أنا أيها المتلقي عن الإنجليزي والفرنساوي والألماني عندي مفاهيم واضحة لأمور ومفاهيم باهتة لأمور تانية، ومن هنا يتحدد موقف الإنسان الذي لا نختلف معه، سنختلف معه لفظا ولكن لا نختلف معه في المفاهيم في الحقيقة. ماذا يقول؟ يقول احنا بنقول ان العبد هو ارقى انواع العلاقة بين الانسان والانسان. العبد لله. ايوه أرقى أنواع العلاقة العلاقة بين الإنسان والإنسان من حيث احترام الإنسان. العبد لله معناها أنه ليس عبدا لسواه. المعنى ده باهت جدا عند من قرأ الروايات الأجنبية ورأى فيها في 200 سنة الأخيرة دي، احنا في 200 سنة الأخيرة الروايات بتعظم جدا بعد جان جاك روسو، بعد فولتير، بعد فيكتور هيجو، بتعظم جدا شأن الإنسان وتحترم إرادته وتحترم حرياته وتحترم كينونته وتحترم كذا وكذا وكذا. احنا كنا عايشين كده، احنا اللي علمنا العالم كيف يحترمون الانسان كانسان، وكان عندنا ارقى المراتب لغة مفاهيم اللغة ان عبد الله معناها انه ليس عبدا لاحد. وهكذا يدخل الرجل الاعرابي او الصحابي على كسرة ويدخل ويقول جئناكم لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله. لا ما فيش حد كانوا بيسجدوا الكسرة، أقل ما فيها الوفود ولا حاجة يركعوا له وينزلوا يقبلوا الأرجل. ألغى الإسلام كل ده. قال فإذا لقيت أخاك فصافحه، ونهى عن أن تركع له، اللي هو زي ما بيعملوه في الحضارات الأخرى اللي يمكن يكون شيء من الاحترام، لكن قالوا لا ما تعملش كده. أيعانقه يا رسول الله؟ قال لا. أيركع أينحني؟ قال لا. إنما يعمل إيه؟ قال يصافحه. واخد بالك؟ فجئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. مفاهيم واضحة. طب الرجل ده راح كتاب ولا راح مدرسة ولا جامعة؟ أبدا ما راحش. طيب أمال بيقول كده ليه؟ لأن دلالات ألفاظ اللغة وتراكيبها واضحة جدا عنده، فتعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم مراد الشريعة، ومراد الشريعة هو ما تريده الأخت الفاضلة اللي احنا جاوبنا عليها من حلقات كثيرة.